انضم لينا دلوقتي في اتصال هاتفي الأستاذة شيرين محب، والدة الطفلة جانو اللي جميل قوي. تمت الاستجابة لاستغاثتها لعلاج بنتها جانو. برحب بيك يا أستاذة شيرين، أهلا بيك ضيفة في هنا العاصمة، وألف سلامة على بنتك، إن شاء الله ترجع أحسن من الأول إن شاء الله بدعواتكم. ان شاء الله. ممكن ناخد فكرة بس ايه اللي حصل، ازاي يعني كان في رد فعل سريع للعلاج والمكالمة اللي جات لحضرتك علشان تتجهي فورا لعلاج الطفل جانو في مستشفى وادي النيل؟ هو كان في استغاثة ليا لما لقيت ان هي في خبير جاي مصر وهيبقى في المستشفى الجلاء وهو اللي هيقدر يعمل العملية لبنتي، وكانت يعني الحكاية لسه مستمرة كالعلاج والعملية والكلام ده كله، حكاية صعبة شوية ومكلفة. كفايه ان هو خبير، يعني الحاله بتاعتها حاله نادره، عشان نختصر الكلام، الحاله حاله نادره، حاله مش متداول ناس كتير ان هي تعملها، حاله مش موجوده منها كتير نقدر نقول ان الدكتور دوت خضها او جات له 3 4 مرات، فهو عارف يخش لها ازاي ويعملها ازاي بالظبط كده. فلما بتبقى حاجه قليله ما بتجيش كتير، فاحنا ما بنبقاش اساتذه فيها. وهي المكان هو ما كانش اللي هو الورم، هي ما عندهاش ورم خبيث، هو عندها ورم على الحبل الشوكي من الفقرة الثانية للفقرة السابعة عنقية، وهي ما كانش على الحبل الشوكي. انا عرفت من واحنا في كوبي القبة والجلاء ان هو جوه الحبل الشوكي، فالموضوع زايد خطورة. وكانت يعني مفاجأة، ما كانش في تمهيد، ما كانتش عيانة. انت بتقولي اي ومش عارفه تعمليها ازاي، يعني انا فعلا حقيقي وانا كنت بسجل انا كنتش عارفه اعطر على روحي من كتر ما انا شايفه الدنيا كلها خلاص بنتي وبتروح. فكل الكلام ده يرد عليكي رئيس جمهوريتك بعد 10 ساعات، 10 ساعات مسافه الليل للصبح، يرد عليكي رئيس جمهوريتك يقول لك ما تخافيش انا جنبك، فيجيب لك الخبير. عايزه تروحي بره هوديكي بره، عايزه الخبير اجيبه لك لحد عندك اجيبه لك حد عندك. ايه ده؟ يعني هو ده العجيب وهو دي المعجزه وهو ده، يعني استاذه شيرين انت قدمتي حضرتك الاستغاثه وكلك ثقه انه هيكون في رد. اصلا انا احنا مجربين، وهو انسان وراجل طيب قوي، ويعني انا شفت البرنامج بتاعه وهو الاطفال الكثيفه او المعاقه، ولما شافهم هو ازاي مشاعره اتهزت، يعني ده بني ادم، ده ان انت تحسي ان انت متألمه، انت اوكي انسانه يعني، او انت بتحسي ان انت تحسي بالحد التاني، ده انت عايشه وانسانه وربنا كرمك، يعني ده احساس عالي جدا. هي جانو عندها كام سنه؟ 18 سنه في ثانويه عامه. في ثانويه عامه. وعلى فكره التدخل بالفعل السريع ايديها ده اليمين، انقذ الـ 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 الحاله المرضيه دي بنسبه لا قد ايه؟ حضرتك احنا لسه ما كملناش، احنا لسه اول يوم لينا النهارده في قلب المستشفى، لسه هنعمل الاشعاعات الثاني، لان الاشعاعات القديمه في حاله جانو لازم تبقى ابديت، يعني على طول، يعني ما تكملش شهر خلاص، لان الحاله اوريدي بتتطور، لان ايديها اليمين او الجزء اليمين ابتدى بيقف من ايديها وبيبتدي يسحب على رجليها. ان شاء الله يعني التدخل الفوري ده هيساهم في انه الامور ما تتطورش لما هو اسوء. بصي هي في ايدين امينه، هي في ايدين امينه، عارفين هم هيعملوا ايه وهيوصلوها لفين ان شاء الله. ويعني استاذه شيرين الاستجابه الفوريه دي بتصور انها باذن الله يعني هتكون خطوه لطريق علاج افضل واسرع، وهينعكس على الحاله المرضيه اللي حضرتك وصفتيها بانها نادره لبنت حضرتك بشكل ايجابي ان شاء الله، ونسمع عنها كل خير وتطمنين عليها في المكالمه الجايه ان شاء الله. انتوا بداتوا لقائكم مع الخبير اللي المفروض هيشوف الحاله لجانو، اعتقد انه جاي من فرنسا. الخبير لسه ما وصلش، الخبير هيوصل اول ما تبتدي نخلص الاشعاعات، لانها هتاخد وقت، هتاخد وقت بقعدات عقبال ما تعمل وتخلص والكلام ده كله، هتاخد وقت. فعند ما خلاص يتبعت كل حاجه للخبير هيبقى، لانه اعتقد ان هو كل يوم عنده هيبقى بوقت، يعني مش هيبقى ان هو يفضل مستني لحد ما هي تخلص الاشعاعات.
لا هو يجي بعد ما هي تكون خلصت كل الإشعاعات وكل حاجة. ان شاء الله نطمن عليها المره الجايه ونسمع اخبار كويسه. شكرا جزيلا للاستاذه شيرين محب، والده الطفله جانو، وربنا يشفيها ويعافيها ان شاء الله ويشفي كل مريض. شكرا لوجود حضرتك معانا. كانت معانا استاذه شيرين محب، والده الطفله جانو، اللي قدمت استغاثه لحاله مرضيه نادره بتمر بيها بنتها جانو. الحاله في عجاله كده، هي ورم على الحبل الشوكي، وصفتها منذ قليل معانا في الاتصال الهاتفي الاستاذه شيرين والده الطفله جانو. كان في استجابة سريعة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجه الأستاذة شيرين محب لتلقي العلاج وترتيب كافة الأمور الخاصة بعلاج الطفلة جانو.